فاحنا بنشكر استاذ محمود سعد، بنشكر الاستاذ عادل حموده، بنشكر طبعا علاء الكحكي الحقيقه اللي هو بيدي فرص وما بيسالش. يعني علاء الكحكي ما بيسالش ورا الحاجه، يعني لما تحصل مصيبه بيمسكوا فيه، لكن قبل كده هو ما بيسالش ايه المعلومات، ايه التفاصيل، مين الضيوف، مين هيقول ايه، فلان قال ايه النهارده، غير بس عنده واتساب لما بيبقى في مصيبه بيبعتوا له على الواتساب الحق ده تسوقي بهدل الدنيا، الحق ده خالد ده كده ياخد باله على فكره. ايوه كده ياخد باله، ما هو وبعد كده يكلمنا. ولسه بنتذكر جيل كبير من الناس اللي اسست معانا النهار، سمير يوسف الحقيقه بنفتكره بكل خير، ريهام سعيد والتي لا تزال، يعني ان شاء الله يعني نترقب باذن الله ان كل اللغط والمشاكل والقضايا تتحل وتعود ان شاء الله سالمه غانمه، وبنفتكر حسين عبد الغني، بنفتكر كمان في فتره مبكره جميله اسماعيل. يعني المحطه دي مر عليها ناس كتير، يا رب ان شاء الله تفضل دائما مستمره ومتجدده بجيل الحقيقه، جيل تاني، جيل جريء شجاع ما بيخافش من الكلام، رايه من دماغه، ودي ميزه دسوقي. وكل الناس اللي انتوا بتشوفوهم في النهار اليوم دول شباب، يعني عشان تسيطر عليهم محتاج الحقيقه يعني 280 الف فولت كهرباء اكتر من رساله الواتساب. ايوه بكتير، بكتير. ربنا يا رب يوفق.